بالنسبة للتعديل الضريبي، كان هناك تقديم تعديل من أجل تمديد أجل الاستفادة من الإلغاء الكامل للغرامات وللزيادات ولفوائد التأخير، التأجيل ديالو على التاريخ الحالي ديالو ديال 30 دجنبر. بالنسبة للحكومة ولأغلبيتها هذا الأمر محسوم نهائيا، لن يكون هناك أي تمديد لهذا التاريخ، وبالتالي هذه دعوة لكل الملزمين أن يتوجهوا إلى قباضات التسجيل وإلى قباضات الضرائب وإلى قباضات الخزينة العامة للمملكة للاستفادة من هذا الإجراء. هذا الإجراء مهم ومهم جدا، يمكنهم من أداء فقط أصل الدين من الضرائب الوطنية والضرائب المحلية والديون اللي تتسلهم الدولة، يمشيوا للقباضات لتأدية هذا الأساس اللي هو مرة أخرى لن يمدد أكثر من 30 دجنبر 2013، لن يمدد. وبالتالي هذه دعوة لعموم الملزمين للتوجه، وكان هناك استقبال من أجل هذا والاستفادة من الأداء ديال الأصل ديال الدين والإلغاء النهائي والتام للغرامات والزيادات وفوائد التحصيل، وهي كثيرة، لأن من الإنسان تيكون تتسالو شي حاجة ولسنوات الكونتور تيدور، وبالتالي هذه فرصة باش يتوقف هذا الكونتور نهائيا، الإنسان يؤدي الأصل ديال الدين ديالو ويستفد من هذا الإعفاء.